ذاكرة الإذاعة، قامات قيمة تركت أثرها في دروب حياتنا لامعا متوقدا، نغترف منه ونعترف بما أودعوا وأبدعوا. عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود. السن إذا كنت حتجوزني سني 20 سنة، وإذا ما إذا كان ما فيها زيجة سني 50 سنة. ذاكرة الإذاعة. ما هو رأي سعادة الشيخ حمد الجاسر في الحياة الأدبية على وجه العموم في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحاضر؟ ذاكرة الإذاعة. كنت أحاول من أول الشهر أن أجعل يعني لكل حلقة موضوعا خاصا ولو لم يتم الكلام فيه، ثم أنتقل إلى غيره. ذاكرة الإذاعة. كنتم تستمعون إلى عزيز ضياء في برنامجه مع الليل. ذاكرة الإذاعة. تلكم القامات أودعت ذاكرة الإذاعة بعضا من آرائها وأفكارها، نستعيدها معكم ونقتبس منها الضوء. أهلا وسهلا بضيفنا في هذه الليلة معالي الشيخ جميل الحجيلان وزير الصحة ووزير الإعلام بالنيابة. ذاكرة الإذاعة. في رمضان سلمك الله كنا نجتمع مع الوالد، أحلى جلسة لنا نجتمع مع الوالد الله يرحمه ويسكن الجنة، بالنسبة لنا كأبناء وأخواتي البنات وكلنا مع بعض كأسرة واحدة، أحلى شيء نجتمع مع أبوي الله يرحمه ويسكن الجنة فيه اللي هو قدام السحور. ذاكرة الإذاعة. أؤكد للناس أنه العمل الفني الأصيل لا يموت، لأنه هذه الأغنية أنا غنيتها مثلا من سنة 1931، يعني بقى لها حوالي 40 سنة، 39 سنة. ذاكرة الإذاعة. ذاكرة الإذاعة مع عادل الزهراني وأحمد هبة. ومعكم في هذه الحلقة مؤيد عمر. ذاكرة الإذاعة، إخراج عادل الزهراني. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة اليوم من برنامجكم ذاكرة الإذاعة. سوف نستمع أعزائنا في هذه الحلقة إلى لقاء نادر وممتع ومهم ضمن برنامج أذيع في التسعينات الهجرية باسم سهرة الليلة، وهو لقاء مع أحد أهم الموسيقيين العرب إن لم يكن أهمهم على الإطلاق، اللقاء مع الأستاذ محمد عبد الوهاب. أجري ذلك اللقاء في التسعينات الهجرية أثناء زيارة قام بها الأستاذ محمد عبد الوهاب للسعودية، وما زاد ذلك اللقاء روعة وأهمية هو أن من أجرى ذلك اللقاء 2 من عمالقة جيل الرواد للإذاعة السعودية، الأستاذ مطلق الذيابي والدكتور بدر كريم. نستمع إذن معا إلى ذلك اللقاء يقدمه الأستاذ مطلق الذيابي بصوته الدافئ. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها للحظة سعيدة جمعتنا بالموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب، وإذاعة المملكة العربية السعودية يسرها ويسعدها أن تلتقي بالرائد الأول للموسيقى العربية المعاصرة. وقد رحب الأستاذ محمد عبد الوهاب وتفضل مشكورا بالإجابة على بعض الأسئلة التي تدور في هذا اللقاء الفني الذي سيكون أثره عزيزا على حضرات السادة المستمعين الذين طالما استمعوا للموسيقار الكبير شاديا بصوته العذب ومؤلفا لكثير من الصور الموسيقية الرائعة وملحنا للطليعة من مطربي ومطربات العصر. وغني عن التعريف أن الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب هو رائد المدرسة الحديثة للموسيقى العربية وأستاذ الجيل الذي سار على طريق الفن التي عبدها له
بأصالته وكفاحه وصبره الطويل. فمرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الفني العزيز. والآن يبدأ الزميل الأستاذ بدر كريم بالحديث مع الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب، لو أقع في البداية باسم الإذاعة وباسم المستمعين نرحب بك في بلدك المملكة العربية السعودية، ونرجو أن تكون سهرة الليلة ممتعة معك ومع السادة المستمعين الذين يتابعون بشوق كل ما تقدمه من ألحان سواء كانت موسيقية أو غنائية. شكرا يا فندم، وأنا في الواقع أشكر الإذاعة اللي أتحت لي هذه الفرصة عشان أتحدث إلى إخواني السعوديين، وأنا بعتقد بإني أنا في بلدي وحاسس بهذا، مش مجرد اعتقاد، إحساس فعلا بإني أنا لم أخرج من مصر. الأستاذ محمد عبد الوهاب ولد عام 1902 للميلاد، وهو من أهم أعلام الموسيقى العربية ولقب بموسيقار الأجيال. عمل كملحن ومغني ومؤلف موسيقي وممثل. قدم الأستاذ عبد الوهاب الموسيقى واللحن الشرقي الأصيل، كما أنه أضاف وطور الموسيقى والأغنية العربية، فقدم مثلا موسيقى ورقصة التانجو في أغنية أنا والعذاب وهواك، والفالس في قصيدة الجندول، وقدم الكثير من الآلات الموسيقية الغربية لأول مرة ضمن الفرقة الموسيقية الشرقية كآلة الأكورديون والجيتار. السؤال هذا فني محض يا أستاذ. نعرف أنك غنيت لأبرز شعراء العصر، منهم من قضى ومنهم من لا يزال على قيد الحياة، فمن هو الشاعر الذي كان له أبلغ الأثر في حياتك بين هؤلاء الشعراء؟ بلا جدال شوقي. شوقي كان له أثر في حياتي كبير، وفي الواقع إذا كانت حياتي جزء من الحياة الفنية فيبقى شوقي، واسمحوا لي أقول شوقي بلا أي شوقي بيه ولا أمير الشعراء ولا أمير. أولا هو كان يكره أمير الشعراء، لأني أذكر مرة طلعت له قصيدة ولقيت في جورنال مكتوب القصيدة التي ألقيت في حفلة كذا لأمير الشعراء. قام ضحك كده وقال لي هو في شعراء عشان أبقى أمير عليهم؟ قلت له ما تحب تبقى إيه يا باشا؟ قال لي لا، أحب أبقى أمير الشعر. يا سلام، يقولوا أمير الشعر وليس أمير الشعراء. فهو كان له تأثير عليا وله تأثير على الغناء، لأنه أما تتصور أنه شوقي الله يرحمه ألف للغناء في الوقت اللي كان فيه كلام لا تتصور أنه يقال
أو تتصور إنه إنسان يقوله. يقوم يجي شوقي يقول في الليل لما خلي الله، أو يقول حتى في أول قطعة غنتها له يقول كلام يكاد يكون من اللي بيتقال دلوقتي على أرقى. أيوه. يعني يقول لك مثلا توحشني وانت وياي. أيوه. يا سلام. توحشني وانت وياي واشتاق لك وعنيك في عناية واتذلل والحق معايا وأعاتبك ما تهونش عليا. يا سلام. مفيش أجمل. أيوه. أو تعطلت لغة الكلام. وتعطلت طبعا، يعني أنا حتى بقول من الناحية الزجلية. أيوه. يعني طبعا في الشعر ده الإنسان ما يقدرش، ده عاوز بقى يعني يستعرض شعره. ده شوقي قال في كل شيء، يعني أنا مست أنه في كل معاني الحياة وفي كل ما هو كائن قال فيه، يعني ما هوش مثلا من الشعراء اللي تقدر تقول انه كان في شعراء مثلا يحبون الغزل. أيوه. فاتجهوا الى الغزل. أيوه. يحبون الهجاء فاتجهوا الى الهجاء. صحيح قالوا في حاجات تانية. أيوه. لكن كان الشيء البارز فيهم الناحية. أيوه. اللي بيحبوها. لكن شوقي. أيوه. تجد في كل شيء. أيوه. في التاريخ، في الدين، في الغزل، في الحب، في الموت، في كل شيء، في كل شيء، في اي مناحي في الطبيعه. أيوه. فهو كان له تاثير عليا لانه كمان رباني. يعني هو رباني تربيه فنيه، لانه هو قطعا يعني فتح وداني مش عيني على الكلمه الحلوه. هو يعني ما اعرف مدى صحه، كان قيل بانه في بدايه حياتك الفنيه استاذ عبد الوهاب تعرضت لبعض النقد من كثير من النقاد، فانت رحت له وانت عاتب او غضبان او زعلان. ايوه. فقال لك حط الصحف دي بالضبط واطلع فوقها بالضبط. قال لك شايف كيف النقد يعني رفعك عن المكان اللي انت فيه بالضبط. اكثر من المكان بالضبط. اللي كنت انت واقف فيه بالضبط. هو ما يعني كان النقد، هو كان يهتم بالنقد. أيوه. لكن كمان كان يؤمن بان النقد معناه انه حي. أيوة. يعني الانسان لا ينقد او لا ما يضربش الا شجره مثمره. أيوة. ما فيش واحد يجيب طوبه ويلاقي شجره ما فيها الثمار ويضربها، هيضربها على ايه؟ لكن عشان ينزل لازم يضربها وهي مثمره عشان تنزل له حاجه ياكلها. أيوة. فكان هو يؤمن بقيمه النقد، وكان يهتم بيه على اساس انه يشعره بحياته الفنيه اللي موجوده. ذاكرة الإذاعة، الأستاذ محمد عبد الوهاب. علاقة الأستاذ عبد الوهاب وأمير الشعراء أحمد شوقي يصفها عبد الوهاب باختصار بأنه رباه فنيا وأدبيا، وكان أول لقاء بينهما في العام 1924، حيث كان الأستاذ عبد الوهاب يغني بإحدى الحفلات، وقد حضر ذلك الحفل العديد من الوجهاء والأدباء وعلى رأسهم الأستاذ أحمد شوقي. وبعد انتهاء الحفل طالب أحمد شوقي بمنع محمد عبد الوهاب الصغير من الغناء خوفا على صحته، ومنذ تلك المقابلة تبناه أحمد شوقي. فتعتبر الفترة التي قضاها عبد الوهاب مع أحمد شوقي من أهم فترات ومراحل حياته، فقدم شوقي عبد الوهاب إلى أهم رجال الأدب والصحافة آنذاك. في هناك سؤال أستاذ محمد، ما مدى جدوى الفن بالنسبة للحياة في نظرك؟ وهل الفن أثر ظاهر في خدمة الحياة؟ ما في شك انه الحياة فن، والفن حياة، والفن هو مقياس للحساسية. وانا بعتقد انه اي انسان ما عندوش حساسية يفقد النجاح في اي شيء حتى في الاعمال الخشنة. يعني نفرض انه واحد مثلا فاتح فابريكة اسمنت، في قلعة من كده.
يعني في شغلة مثلا خشنة أكثر من هذا؟ لو ما كانش المدير بتاعها عنده حساسية يا سلام يفشل. صح يا سلام. يعني الحساسية إن ما كانتش في أي إنسان يفشل في أي عمل. وبعدين يعني أفتكر أنتم قرأتم أخيرا إنه في أوروبا مثلا الحيوانات أما بيجوا ياخدوا منها اللبن يقوموا يسمعوها موسيقى تقوم تدر لبن أكثر من اللبن اللي متعودة إنها تدره من غير موسيقى. يا سلام. أما فإذا الفن هو الحياة الحساسية. وبعدين هقول لك حاجة، الحساسية يعني الفن الروح الإحساس. القرآن الكريم ده الجمال اللي فيه، الجمال الآيات اللي بتنزل على الإنسان تخليه يبقى في سحر، في نشوة، في جمال. نفس التركيب ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ مش إحساس وجمال؟ فكل شيء، كل شيء محتاج إلى الإحساس أي الفن. نشأ الأستاذ عبد الوهاب في بيئة دينية، فأبوه كان يعمل مؤذنا وقارئا في جامع الشعراني بباب الشعرية. فحفظ الأستاذ عبد الوهاب عدة أجزاء من القرآن الكريم، فكان والده يرغب في أن يلتحق عبد الوهاب بالأزهر ليكمل دراساته الدينية هناك. نستمع في هذا الجزء من الحوار للأستاذ عبد الوهاب وهو يتحدث عن ذلك. في الواقع أنا نشأت في بيئة دينية. أيوه. يعني أنا أبويا شيخ. أيوه. أو فقيه زي ما بيقول. أيوه. وأخويا شيخ. أيوه. وعمي شيخ. أيوه. ومتخرجين من الأزهر. وأنا جدي الأكبر سيدي عبد الوهاب الشعراني. أيوه. وله مسجد كبير في مصر. أيوه. وعشت في هذه البيئة الدينية وفي هذا الجو الروحي، فحسيت بالقرب بالله. فبقيت هايب اني اقدم او اقدم على عمل له صفة دينية ان لم اكن حاسس ومتمكن من اني حعمل شيء يرضي الله. يعني بقيت خايف، يعني مش مسألة سهلة عندي اني انا اروح قايل كده حاجة دينية. لا، أنا عارف قيمة الدين لأن أنا عشت في دين، عشت في صلاة، عشت في ذكر، عشت في ابتهال، عشت في جامع. أنا حياتي كانت في جامع، في مسجد، حياتي كلها كانت في مسجد. ما أروحش إلا عشان أنام لأني أبويا شيخ هذا المسجد. فهذه الحياة اللي أنا عشتها خلتني أحس بالقيمة الكبرى بتاعة أني أنا أقدم على هذا العمل. دي مسألة كبيرة مش مسألة صغيرة. فبقيت هايب لازم أعمل حاجة أحس بإني أنا فعلا خدمت فيها هذا الاتجاه وأرضيت ضميري. إنما يعني ما لحنت حتى أي عمل فني ديني أبدا، لكن أنا قرأت آيات محتفظ بيها عندي في البيت. يعني مثلا من الآيات اللي دايما بقراها قبل ما نام، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية اللي في آخر سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما فيش أجمل. يعني بحق الشيخ محمد عبد الوهاب. ما فيش أجمل. والحاج محمد عبد الوهاب. ذاكرة الإذاعة، الأستاذ محمد عبد الوهاب.
عرف الأستاذ عبد الوهاب بخوفه من ركوب الطائرة، وأيضا عرف بخوفه الزائد من التقاط الأمراض كالإنفلونزا. يفسر لنا الأستاذ عبد الوهاب أسباب ذلك الوسواس في المقطع التالي. أنا الحقيقة يعني أحب أطوف على نواحي خاصة من حياة الأستاذ محمد عبد الوهاب. ليه أستاذي يعني ما تحب أنك تركب طيارة؟ تخاف منها؟ أنت يعني جتني على الجرح زي ما بيقولوا. يعني أنا أسألك أنت ليه ما خافش منها؟ أنا أقول لك 100 سبب وسبب أخاف، وأنت قول لي سبب واحد ما خافش منه غير السبب التقليدي اللي الأعمار بيد الله. دي حاجة يعني غير السبب. أنت راجل طبعا مؤمن، يعني أنت تؤمن بأنه الأعمار بيد الله بلا شك. طبعا. طيب يبقى إيه؟ إيه السبب؟ لا أؤمن كمان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأؤمن بأن الوقاية خير من العلاج. طيب هذا لا ينطبق على الباخرة مثلا برضو أنت ما تعتبر الحالة دي؟ أنت تعرف أنا ليه بكره الطيارة؟ لأنها بتسلبني حريتي. أنا ساعة ما بخش فيها بخش بأن ناس دخلوني صندوق وربطوني فيه زي أي شيء، زي الكرسي اللي احنا قاعدين عليه ده وكده، ويفكوني ساعة منزل. يعني ليس لي إرادة في أني أدافع عن نفسي بتاتا، لكن أنا في أي حتة تانية عندي أمل في أني أهابر بإيدي، أهابر برجلي، أتشعبط في حتة خشبة، أتشعبط أقف على رأس واحد على أي حاجة. لكن كده هو تديني كده ضحرة بطني وتقول لي أحزاك؟ ما مش معقول. أيها أستاذ مطلق. طيب أستاذ عبد الوهاب، بوصفك الرائد الأول للموسيقى الشرقية، هل شعرت بأنك وصلت للمرحلة التي ملأت نفسك بالرضا خلال هذا الجهاد الطويل؟ أبدا أبدا. أنا اليوم اللي أعتقد فيه أني أنا وصلت يبقى انتهيت. يا سلام. طبيعي هذا، يعني الكلام ممكن نعتبره قدوة، أو يعني يصدر من رائد للموسيقى وللغناء، يقتدي بها أي فنان. يقتدي بها أي فنان. أسأل برضو أستاذ عبد الوهاب، يعني إحنا بنسمع عنك في الصحف إنه أنت بمجرد ما يعطس قدامك أي واحد تروح عامل إيدك على أنفك وملتزم بالفراش أو تهرب، وتستعمل فيتامين سي وتحضر على نفسك اللقاءات أو الاجتماعات مع آخرين. برضو ده سؤال يعني يشبه إلى حد ما سؤال حق الطيران، يعني ركوب الطائر. يعني أفتكر يعني انت تحب المرض مثلا لا سمح الله؟ لا. يعني بسألك سؤال، يعني تحب تعيد؟ لا. طب انا رقم ما احبش يعني. يعني اصلا انا التقط بسرعة الحاجات اللي زي دي، يعني الازكمة والحاجات اللي زي دي، فاحب طبعا. وزي ما قلت لك انا يعني انا مؤمن بالوقاية خير من العلاج، فانا باقي نفسي. والوسوسة ده يعني حرص، والحرص مستحب، يعني ما هوش الوقاية خير من العلاج. من العلاج. طيب لو عطست أنا الآن والأستاذ مطلق إيش راح يصير؟ تبقى وعيتي سودة طبعا. اللي فيها شك يعني ناخد الميكروفون والجهاز. أنا على العموم بعمل طريقة. إيه؟ أما يعني أنت تذكر النهاردة الصبح في التلفون أما كلمتني قمت قلت لك أستاذ كريم قل لي ممنون. ممنون. فقلت لي ممنون، فأصل الميمين مع النون دي هتبينك إذا كنت مسكوم ولا لا. فما تبينت بإنك قايلها كويس قلت لك تعالى، لكن لو كنت قلت لي مضمون مثلا أقول لك لا خليك عندك لغاية ما تبقى إيه تفسر لي. يعني. أستاذ عبد الوهاب، لا أود أن أسألك السؤال التقليدي، أي أحب أغانيك إليك؟ وإنما أريد أن أسألك ما هي واسطة العقد فيما ألفت من موسيقى آلية حتى الآن؟ أنا في الواقع يعني فنيا الحاجات اللي سجلتها في لندن هي بعتقد إنها يعني عمل هام في حياتي أو في حياة الموسيقى، لأنها معمولة على أساس سليم وموزعة توزيع سليم ومنفذة تنفيذ سليم في لندن من أكبر الأوركسترات اللي موجودة. وأفتكر هي على التحديد قطعة حياتي
وقطعة الخيام. يا سلام. وقطعة أسوان. دي القطع دي ده طبعا يعني من الوجهة الفنية، لكن ده ما يمنعش انه في اشياء اخرى كان في تجاوب بينها وبين الناس، زي موكب النور. أيوه. زي عزيزة، زي زينة، زي حاجات زي دي. أيوه. لكن يعني كعمل فني متكامل انا بعتقد القطع دي كان لها الظروف المواتية. أيوه. طيب، ونحن نوشك ان نقترب من منتصف السهرة، أحب أسأل الواقع أحدث الألحان الجديدة اللي قدمها الأستاذ عبد الوهاب، سواء كانت بصوته أو بصوت مطربين ومطربات آخرين. أحدث أغنية لي ما أقدرش أنساك، هي أغنية قديمة لكن أنا حنيت لها الحقيقة، لأنها كان اعتودي عليها، يعني كانت في شريط ومسحت غلطا. فكده تصورت ان يعني ابني كده من ابنائي كده مثلا واحد ضربه علقه او جاء مثلا فقدوا شيء من حيويته. فصعبت عليا ولقيت ان كلامها ما هوش كلام بالي او كلام بعيد عن الذوق الموجود، فغنتها على العود. والأغنية الاخرى اللي لغيري انا كانت للسيدة فيروز من شعر جبران خليل جبران. أيوة. وأولها مطلعها سكن الليل. في نهاية اللقاء نستمع إلى رأي الأستاذ عبد الوهاب في الإذاعة السعودية، وأيضا نصيحة صغيرة للمخرجين في الإذاعة آنذاك. طيب يا أستاذ محمد عبد الوهاب، لعلك استمعت لإذاعة المملكة العربية السعودية، نريد أن منك أن تبني رأيا على ضوء سماعك لهذه الإذاعة، وهل تستمعون لإذاعتنا في مصر بشكل واضح؟ في مصر من الصعب الواقع، انا كنت بحاول اني اسمح، كنا بنسمعها بالليل يمكن يكون اوضح من النهار، وفي الايام الاخيره بقت اوضح من اي وقت مضى، وبنسمعها يعني سماع يكاد يكون جيد. ما فيش شك، لكن انا يعني في الأيام الأخيرة اللي جيت فيها هنا لم أستمع إلا إلى الإذاعة، إذاعة المملكة العربية السعودية، ورأيي فيها إنها إذاعة موفقة، يعني من الملاحظات الجميلة اللي أنا انطبعت في نفسي منها هي قصر البرامج، يعني نادر أبا ألاقي برنامج أكثر من ربع ساعة، يعني البرنامج 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، وده ما فيش شك انه ده اخر صيحة في عالم الاذاعات، انه ما يكونش فيه البرنامج ما يكونش مطول بدرجة انه يمل المستمع. لي ملاحظة بسيطة، وهي اني انا بلاحظ على ان الموسيقى المصاحبة لبعض البرامج موسيقى مشهورة جداً
زي سيمفونيهات أو كونشيرتات لتشاكوفسكي أو لبيتهوفن أو لمش عارف إيه، يعني في 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 آذان الناس دي حاجات معروفة جدا. يعني الأفضل إن البرامج الألحان المميزة لها تكون من الموسيقى مجهولة عند الناس عشان ما تبعدش المستمع انه يفكر في ان دي موسيقى استمع اليها او ليه لغاية وقت معين ما تبتدئوا تروحوا قطعينها او الى اخره. يعني مش عاوزين ندي مجال للمستمع بانه يفكر في انه يعرف هذه الموسيقى. كل ما ابتعدنا الى هذا بيكون اوقع واحسن. ده اللي بلاحظه. طبعا العنصر النسائي في الاغاني شويه قليل، وده قطعا جائز يكون جاي من التقاليد او ما اعرفش يعني ايه الاسباب اللي قلل العنصر النسائي. وبعدين انا بلاحظ ان الموسيقى المعبرة اللي انا بقولها المعبرة، في ناس تقول الموسيقى الصامتة ملهاش معنى الكلمة، لان يعني ايه موسيقى وصامتة؟ ما معنى كلمة موسيقى صامتة؟ صامتة يعني ما فيش حاجة. فانا بسميها الموسيقى المعبرة، يعني قليلة شوية الموسيقى المعبرة العربية. يعني في عندنا اسطوانات كتير لإيليا ولغيري من الموسيقى، يعني الاصوات الادمية، يعني عاوزين على قدر الامكان نقللها يعني عشان ما تملش. أيوة. يعني ويستبدل بربعها مثلا موسيقى من الموسيقى المعبرة العربية. أيوة. مش الفرنجية، المعربية. أيوة. يعني ادي ملاحظاتي، لكن ما في شك انها موفقة زي ما قلت لك، واخر صيحة في عالم الاذاعات، لانها زي ما قلت لك ما بتخلنيش امل بتاتا، بالعكس. شكرا. يعني لاول مرة احب اني البرنامج اللي قدامي يطيل شوية، أحب أسمع كمان. يعني بخرج منه وأنا شغوف بي أكثر. شكرا جزيلا. والواقع نحن في نهاية هذه السهرة باسم الإذاعة وباسم المستمعين في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، نشكرك على الدقائق التي قضيناها معك، والتي نأمل أن يكون المستمعون قد استمتعوا، بل أؤكد أنهم استمتعوا أيضا، سواء بما قدمه الأستاذ عبد الوهاب من عبارات راقصة مجنحة أو من أغاني أو ألحان على جانب كبير من القوة والإبداع. أكرر شكري للإذاعة، وأرجو الله أنه ربنا يديني الفرصة أن أعيد هذه الزيارة وأن نلتقي في وقت آخر إن شاء الله في القريب العاجل. إن شاء الله. ولد الأستاذ محمد عبد الوهاب في عام 1902 للميلاد، وتوفي رحمه الله في عام 1991 بعد حياة حافلة بالعطاء الفني الراقي. وقد كرم بعد وفاته بإنشاء متحف يحتوي على معظم مقتنياته الخاصة، وهو يقع بجوار معهد الموسيقى في القاهرة. أعزائنا مع ذاكرة إذاعتنا وأحد أندر وأهم اللقاءات الإذاعية التي أذيعت عبر أثير إذاعتنا الغالية في التسعينات الهجرية، مع عملاق الموسيقى العربية موسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب. وقتا طيبا نتمناه لكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله. ذاكرة الإذاعة، قامات قيمة تركت أثرها في دروب حياتنا لامعا متوقدا
نغترف منه ونعترف بما أودعوا وأبدعوا. عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود. السن إذا كنت حتجوزني سني 20 سنة، وإذا ما إذا كان ما فيها زيجة سني 50 سنة. ذاكرة الإذاعة. ما هو رأي سعادة الشيخ حمد الجاسر في الحياة الأدبية على وجه العموم في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحاضر؟ ذاكرة الإذاعة. كنت أحاول من أول الشهر أن أجعل يعني لكل حلقة موضوعا خاصا ولو لم يتم الكلام فيه، ثم أنتقل إلى غيره. ذاكرة الإذاعة. كنتم تستمعون إلى عزيز ضياء في برنامجه مع الليل. ذاكرة الإذاعة. تلكم القامات أودعت ذاكرة الإذاعة بعضا من آرائها وأفكارها، نستعيدها معكم ونقتبس منها الضوء. أهلا وسهلا بضيفنا في هذه الليلة معالي الشيخ جميل الحجيلان وزير الصحة ووزير الإعلام بالنيابة. ذاكرة الإذاعة. في رمضان سلمك الله كنا نجتمع مع الوالد، أحلى جلسة لنا نجتمع مع الوالد الله يرحمه ويسكن الجنة. بالنسبة لنا كأبناء وأخواتي البنات وكلنا مع بعض كأسرة واحدة، أحلى شيء نجتمع مع أبوي الله يرحمه ويسكن الجنة فيه، اللي هو قدام السحور. ذاكرة الإذاعة. وأؤكد للناس إنه العمل الفني الأصيل لا يموت، لأن هذه الأغنية أنا غنيتها مثلا من سنة 1931، يعني بقى حوالي 40 سنة، 39 سنة. ذاكرة الإذاعة. ذاكرة الإذاعة مع عادل الزهراني وأحمد هبة. ومعكم في هذه الحلقة مؤيد عمر. ذاكرة الإذاعة إخراج عادل الزهراني.